السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وكما سبق لي وعدتكم غادي نشارك معكم الريجيم اللي انا متبعته حاليا، اللي هو ريجيم الصيام المتقطع او نظام الصيام المتقطع. فهذا النظام هذا اللي ممكن انكم تخسروا فيه الوزن بطريقه اللي هي صحيه وسريعه. فهذا الريجيم هذا انا الصراحه شخصيا جمعايا بزاف وقدرت انني نقص به الوزن ديالي. فغادي نشارك معكم في هذا الفيديو شنو كان اكل خلال اليوم في الاوقات اللي غادي نقول لكم، وغادي نقول لكم كذلك وقت الصيام اللي خصو يكون. ولكن قبل من هذا الشيء كما شفتوا غادي ناخذكم معايا للتقضيه، فاش كنمشي نتقضى يعني شنو هما الاشياء اللي كناخذهم، شنو هما الاشياء اللي نحتاجهم يعني في وقت الريجيم. فإذا كان يهمكم فيديو خليكم معايا وتبعوا الفيديو للاخر. فبالنسبة للناس اللي ما يهمهاش موضوع التقضية فممكن انها تدوز الفيديو حتى النصف ديالو، غادي تلقاي يعني البرنامج اللي انا متبعته والروتين اللي انا متبعته في هذا النظام ديال الصيام المتقطع. وصلت السوبر مارشي، هذا هو اللي كنت قطع به. يلا وصلت. مهم غادي ناخد اول حاجة البروكلي. بروكلي زوين بزاف في الريجيم، هناخد وحدة. غادي ناخد هاد لي توماس سيريز حتى هما ناخدهم الباكية. ندي الخيار حتى هو زوين باش ندير السلطة. ندي واحد ثلاثة كذلك الحامضة البنات، هذا زوين المهم ديروه في السلطة، مهم ضروري والصباح تشربوه هكا على الريق. المهم غادي نوريكم داكشي بالتفاصيل. غادي ناخذ الحامض. لافوكا حتى هي زوينة البنات، ممكن تاخذوها ديروها دي سالاد او العصير، وكيما تكثروش منها بزاف انا ما غاديش ناخذ. المهم كاين الرمان، كاين الكيوي، انا غادي نقلب على التفاح والليمون ولا غادي ناخذو بزاف. المهم التفاح زوين فترة الريجيم، كاين بزاف ديال الانواع. انا كيعجبني هذا، هذا هو اللي كيعجبني، كيجي شويه هكا فيه منقط، كيجيش حامض بزاف. وحتى هذاك التفاح الاحمر حتى هو زوين، غادي ناخذ يمكن هذا. كاين انواع الشلايده البنات كما شفتو. المهم انا كتعجبني هادي، كتعجبني. وكاين الفجل، كاين كرافس، كاين هذا البصل الاخضر حتى هو زوين. انا خديت كذلك هذا ازير، كنبغي نديرو مع الحوت. كاين السبانخ حتى هما زوينين، سبانخ مهمين، الجزر، مهم كاع الخضروات زوينين في الفتره ديال الريجيم. المهم انا غادي نتقضى حتى للدار، ناخذ القرعه البنات، القرعه هادي زوينه. المهم كاين هنا انواع الخيار، هنا كاين الليمون، غادي ناخذ غير هذا حيت رخيص وراه حلو زوين، يعني ماشي غير ديال العصير، ماشي هكا الماكلة. غادي ناخذ شي حبات. هنايا البنات كاين انواع الجبن، انا هذا هو اللي كناخذو، هذا ولا ديال فيلادلفيا، حتى هما اللي يكونوا لايت كيكونوا ناقصين في الدهون. وما هذا ما تاخذوش هذا، المهم كنتو دايرين الريجيم خذوا هذا. ومن اي نوعية تكون لايت وصافي، هنا كاين بزاف الانواع ديال الاجبان. كاين هاد البطاطا البنات، شوها كي دايره، كتجي ديجا واجده دايرينها في الالومنيوم، غير كتدخلوها للفران تحمر، وفاش كتخرجوها كتعمروها بهذا الشكل كما شفتوا. المهم تجي داكشي كتجي زوينه كتشهي. هذه دايره بجوج دولارات. غادي ندي البصله والبطاطا حتى هي، غادي ندي هاد البطاطا حتى هي. هنا شوفوا البنات دايرين هاد المحابق ديال الحبق، وهنا دايرين المعدنوس ولا قصبر، هذاك معدنوس يمكن هذا. المهم وهنايا دايرين الحبق، وين هادشي الكوزينه. وهذا ما عرفت شنو هو هذا، وهذا يمكن حنا كنقولوا له نعناع الفطور. المهم حنا في الجهه الشرقيه يمكن كنقولوا له نعناع الفطور. زوين هادشي، ما تصوروش الرائحة الزوينة اللي كاينة هنايا. هنا هاد الجزر البنات شفتو كناخدو ديريكت كنديرو في الكونجيلاتور، كنبقى نستعملو، كيكون ديجا مقطع صغيور بحال هكا. أو أنواع ديال لي شامبينيون. شو كاين المكسرات لي بواط، ولكن أنا كنفضل ناخد هادو اللي كيكونو هنا في العبار، حيتاش كيكونو ناقصين في الثمن. وكيعجبني المهم ناخد أكثرية اللوز. اوكي هذا مخلط يمكن، غنشوف اللوز فينا هو. وكاين الكينوا حتى هي غادي ناخذها، بدور الكينوا حتى هي كتباع هنا بالعبر، وكناخذها من هنا.
المهم هاد السوبر ستور فيه كلشي تقريبا الحوايج كتبغيو ممكن تلقاوهم هنا. هاد حبوب الكينوا كتباع هنا هادي دايره 10 دولار باكيه فيها كيلو 300 غرام هي هادي جايه هو الشكل ديالها ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص عليها حتى هي بغيتها مي غادي ناخذها بالكيلو المهم الا لقيتها في الباق كنقلب او الشوفان عاوتاني البنات او الخردال المهم كلها وكيفاش كيسميه كاين هاد الانواع ديال لي سيريال ديال الفطور ديال الصباح كيكونوا بحال هكا مخلط فيهم الزبيب ومهم مكسرات بحال هذا المهم كلشي كيتباع بالعبار الشوكولات ها انتوما المكسرات هادشي ديال القطاني اللوبيا الحمراء جلبانه كاين العدس هو العدس ها هي الكينوا البنات بالكيلو هادي اللي قلت لكم كندي بها انا بالكيلو وكاين هنا حتى هادي حتى هادي نوع ديال الكينوا ها هي وها هي الشيا بذور الشيا حتى هي كاينه هنا بالكيلو كتباع بحال هكا كما شفتوا هنايا كاين انواع ديال اللوز الله كلها وثمانو كل السوداني كاين اللوز مقشر وهذا شفتوا بحال حنا فاش كنسوقوه ونقشروه كاين ديجا هنايا شتو مقشر كاين هنا هاد رقائق اللوز بالقشر ديالهم كاين هنا اللوز مطحون بالقشر ديالو كاين رقائق اللوز اللوز بودرة هنا كيما شتو كاين انواع السلطة المهم مقطعين ديجا كيكونوا ديجا صايبين ومقطعين اللي فيها العكز ما فيها ما تقطع ما تصايب كاين بزاف ديال الانواع بحال هكا وانا اللي كتعجبني اكثر هي هادي تكون فيها هكا انواع ديال السبانخ والسلطه ولكن هاد النهار غادي ناخذ غير السبانخ ناخذ هادو كنبغي نديرو بزاف الوصفات ها هو وهنا البنات غادي نجيو الخبز الخبز يعني كاين الانواع والاشكال ويستحسن ان الواحد المهم فاش يكون داير دايت بدا ياكل كومبلي لانه كيكون صحي اكثر ودائما ماشي غير في الدايت مهم هنايا كما شفتوا كاين انواع كثيره ديال الخبز انا غادي نمشي ناخذ بعدا الطوس حيت ماشي غير الدايت انا كنفطر به دائما حتى وليداتي معودهم ياكلوا في الصباح ولا في العشيه هذا هو اللي كناخذو هاد النوعيه هادي فيها الشوفان الكينوا فيها بزاف ديال الحوايج و100% القمح الكامل وكاين هذا حتى هو كذلك بزرعه الكتان والشوفان والزنجلان مهم كاين انواع كثيره انا هذا هو اللي كناخذو كيدير جوج 79 وكاين هذا حتى هو بزرعه الكتان مهم كلهم نفس الثمن هذه الماركه اللي كتعجبني غادي نمشي دابا مجيت للحوم حلال المهم هاد لابارتي كاع ديال اللحم مي الحلال دايرين لو غير واحد لابارتي صغيره وما عنديش لو شوا المهم ضروري ناخذ من هنايا وخا عندهم شويه غالي هنا الصراحه داري هادي كتهضر خلاتنيش نهضر المهم هو حلال كما شفتوا ديال كندا المجلس الاسلامي للغذاء والتغذيه في كندا واو دايرين الدجاج عندهم صدر الدجاج عندهم كلشي عندهم كاين هنا غادي ناخذ هذا الصدر ديال الدجاج كيدير 31 دولار وكيفيه بزاف وكيبقى لي مده ماشي غير المهم للريجيم وحتى زعما للدار باش نستعملو كاين عندهم غير اللحم يعني اللحوم الحمراء كتلقاو غير بحال هكا زعما هادو تقدر ديرو بهم بروشيت ديال الحريره ولا عندنا اليوغورت الطبيعي هذا لي ناتور وهذا المهم ديال الماركه حلال مي هو اون جينيرال دائما نقراو غير واش ما فيهش جيلاتين وكاين بزاف الماركات اللي ما فيهم الجيلاتين ومهم انا غادي ناخذ هذا حيت لقيت دابا هذا بنات هاد يوغو هذا غادي ناخذو لكاع العائله هذا اللي زيرو دهون هو اللي ما فيهش الجيلاتين هو اللي تاخذوه فيه 35 كالوري وحتى هذا راه ما فيهش الجيلاتين عفوا يعني غلط المهم غادي ناخذ انا هذا ناكلو كاملين بينا هنا كيما شفتو كاين ورقه الفيلو يا هذه اللي كناخذها انا دائما من هنا كدير 3.49 مرات كيكونوا منقصين فيها يا هذه اللي كناخذ وحتى الشيكولاته السوداء البنات زوينه هذه تكون مهم فيها 70% ولا 85 على حسابكم المهم نتوما
هادي زوينه هكا في الكوتي ولا ديروا بها وصفات. شكون هادي؟ شيكولا بالحار، شيكولا سوداء بالحار، كيقولوا عليها زوينه الصراحه، عمرو ما جربتها. وي مارك كنخاف انا نجرب شي حاجه بحال هكا حاره. وي ما غادي ناخذ يمكن هادي الحليب البنات اللي يجي ملي كناخذو، كناخذ هادو المهم ديال 3 يورو. غادي ناخذ وحده، كاين بزاف الماركات، انا ناخذ هادي والعادي هو هذا. انا غادي ناخذ البيض، ناخذ هذا فيها 12 دايره 2.29. البنات هذا هو السكر زيرو كالوري. بزاف اللي سولوني على السميده، هذه هي اللي كنستعملها اصلا، هذه هي اللي كنلقاها هنايا لا مارك اونيكو، هذه اللي كناخذها. كتجي هكا باكيه فيها 750 غرام وكتبقى لي صراحه. هي هذه الثمن ديالها، جاي الثمن ديالها كيدير 2.49. وصافي. وهنا كما شفتوها هو كاين انواع ديال ستيفيا، وهذا السكر اللي ممكن تحليو به القهوه ديالكم الشاي ديالكم بلا ما تزيدوا في لي كالوري، كله زيرو كالوري كما شفتوا. هما كما شفتوا كاين بزاف ديال الانواع، ودائما كما قلت لكم شوفوا هذا اللي بالعشبه ديال ستيفيا هو اللي كيكون كما قلت لكم طبيعي وما غاديش يضركم. كاين بزاف الانواع، وها هما كما شفتوا انواع الشاي. واحسن حاجه يعني ممكن ديروها في فتره الريجيم هو الشاي الاخضر، كيعاون بزاف البنات على فقدان الوزن، كيعاون بواحد الصوره كبيره يعني انا عن تجربه. وتاخذوه بانتظام، ولا غير الشاي المغربي ديالنا راه شاي اخضر حتى هو. حتى اللي كيعجبهم البنات المربى، راه كاين هذا الكونفيتور، كاين اللي بلا سكر ما فيهش سكر، كيكون ناقص شويه في السعرات الحراريه، حتى هو ممكن ديروه هكا في الصباح في الفطور في الكوتي، ديروه في القطعه ديال التوست. هنا البنات كاين غير المنتوجات ديال العرب، المهم العربيه. غير اللي بغيت نقول لكم هو بالنسبه لاستعمالات الزيوت، من الاحسن تعتمدوا على زيت الزيتون ولا الكوكونيت اويل البنات، ها هي اللي تكون طبيعيه، تكون مكتوبه فيها 100% طبيعيه ديال خاصه بالطبخ، راه ما فيها لا ريحه لا حتى شي حاجه. وتبعدوا من هاد السمنه وهذا الشيء، مهم الزيوت النباتيه من الاحسن. هتجيها كلها البنات فيها منتوجات عربيه، يعني هنا فين تلقاو الطحينه، تلقاو يعني المهم الحوايج اللي نتوما باغيينهم بحال ماء الزهر، بحال بزاف ديال الحوايج، كنور حلال، ها هو المكعبات ضمات البنة حلال، ها هما ديال ماجي وديال كنور. بغيت قبل ما نبدا ندخل لكم يعني في نهاري كيفاش يعني كيدوز، شنو كناكل، شنو هما الاوقات اللي كناكل فيهم، فبغيت نعطيكم هكا نبذه صغيره على هذا الصوم المتقطع بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فكره عليه. فكما شفتوا اول حاجه بغيت نشارك معكم الفوائد ديالو، هاد الفوائد جبتهم اكيد بالانترنت وحطيتهم لكم باش هكا تكون عندكم فكره. كما شفتوا كيساعد على خساره الوزن وحرق الدهون، كذلك علاج مرض السكري، كيحفز عمليه تنظيف الخلوي، وكيزيد في انتاج هرمون النمو. اكيد اللي بغات تحرق الدهون وتبني العضلات فهذا افضل يعني ريجيم ممكن انها تتبعوه. وقايه من امراض الزهايمر والسرطان، كاين عنده فوائد صراحه كثيره، وهذا يعني بحالو بحال الصوم العادي ديالنا. فالصوم يعني ديجا احنا كمسلمين راه سلوك ديني كنديروه كل عام، فالا درناه بواحد الطريقه صحيه وكلينا اكل صحي فغادي نقصوا اكيد في الوزن. فهاد الصوم هذا هو انكم تمتنعوا على الاكل لمده ديال 16 ساعه او لا 18 ساعه، وكاين اللي كيوصلها حتى ل 20 ساعه. انا شخصيا كندير من 16 حتى 17 ساعه كنمتنع على الاكل نهائيا من غير شرب الماء، وكتبقى لي ديك 6 او 7 السوايع في النهار اللي مسموح لي انني ناكل فيهم، وتكون يعني هذيك 6 السوايع او 7 متابعه. بحال هاد الساعه اللي كتبان لكم دابا، هذه فيها 8 السوايع اللي مسموحه لكم يعني اللي هي باللون الاخضر انكم تاكلوا فيها، هاو السوايع الاخرين كلهم خصكم تكونوا صايمين وما تصوموش يعني على شرب الماء، لان شرب الماء كيساعد بزاف يعني في انقاص الوزن. فمهم انا غادي تشوفوا هذا الشيء معايا كله في الفيديو، ما غاديش نعقد لكم الامور بزاف بزاف، غادي تشوفوا كيفاش كنتبع انا هذا الروتين هذا من الصباح حتى الليل، يعني باش تشوفوا كل شيء شنو كندير شنو كناكل الى غير ذلك.
مهم كنفيق حوالي الساعة 7 هكاك، من جي نفيق وكل شيء، مهم نقوم بواجباتي إلى غير ذلك، فهكا كتكون 7:15، مهم شي مرات 27 على حسب. كناخد كاس كبير ديال الماء الدافئ، ما يكونش سخون وما يكونش بارد، يكون دافئ، كنعصر فيه نص حامضة. بالنسبة للناس اللي عندهم يعني مشكل يعني في المعدة أو في يعني الحامض ممكن أنه يشكل لهم مشكل، ما يديروش يشربوه غير الماء، يعني كأس كبير ديال الماء الدافئ وصافي، مهم تشربوه كله صافي، من بعد ما غادي ناكل حتى شي حاجة. إلا كنتم من الناس اللي ما تقدروش تفيقوا الصباح بلا قهوة، ممكن أنكم تشربوا قهوة كحلة بدون سكر، أو لا تضيفوا السكر اللي هو زيرو كالوري، يعني ما فيهش لي كالوري. وكنحاول انني نتحرك في البيت، يعني نقوم باشغال البيت طيله هذه الفتره، نشغل راسي. بعد صافي مشيت كما شفتوا نوجد يعني حوايج بنتي باش تاخذهم معها للمدرسه، نوجد وليداتي، نحاول انني نتحرك، ما نفكرش في الماكله، صافي ما ناكل حتى شي حاجه غير شرب الماء، ممكن كيما قلت لكم نشرب الشاي الاخضر او لا القهوه بدون سكر. 12 كما شفتوا هنايا، غادي نمشي باش نوجد الوجبه الاولى اللي غادي نتناولها خلال اليوم، اللي هي وجبه الفطور. كل واحد يتناول يعني على حسب شنو كيبغي، بشرط ان تكون وجبه الفطور صحيه. كما شفتوا اول حاجه كندير واحد الكاس ديال الحليب الخالي الدسم، كنسخنوه ومن بعد غادي نضيف له القهوه. بالنسبه لهنايا ممكن انكم تاخذوا قطعه ديال كرواسون او لا بتي بان، ممكن انكم تاخذوها، فالا قريتوا في لي كالوري غادي تلقاوها تقريبا نفسها نفس جوج ديال القطع ديال التوز ديال القمح الكامل، يعني نسبه لي كالوري اللي فيها قد نسبه ديال جوج قطع ديال الخبز القمح الكامل وصافي. المهم غادي ناخذ كما قلت لكم غير وحده، شي مرات كناخذ بتي بان عادي، يعني بتي بان قطعه على حسب، مهم نهار هاك نهار هاك، مهم على حسب كل مرة. شي مرات كنفطر بالشوفان اللي سبق لي شاركته معكم. فروماج غادي ناخذ واحد القطعه ديال الجبن دايت. هنا بغيت نوضح البنات واحد التوضيح بسيط بخصوص هذا التمر اللي دار ضجه في الفيديو اللي داز. اول حاجه البنات انا ما عارفاش بلي هذا التمر ديال الجزائر او لا ماركه جزائريه، ما قصدتش انني ما نقول جزائري او لا ما نذكرش الجزائر، بالعكس انا متابعاتي يعني البلد الثاني اللي متبعني هو الجزائر، وحنا يعني كلنا خواص وجزائريين او لا تونسيين او لا مغاربه، كلنا خاوه، ماشي غادي تجي ماركه مثلا ديال التمر هي اللي غادي تفرقنا. انا فقط درت داكشي اللي على العلبه، يعني قريت داكشي اللي في العلبه انه ماركه تونسيه، فقلتها ما عارفاش انا بلي هي ماركه جزائريه وكي يصدروها لتونس، وتونس كيبدلوا لها داك الهمبالاج وكيكتبوا تونس، فانا ما كنتش عارفه هادشي كامل وصافي. هذا يعني كان فقط توضيح صغير جدا، وانا عمرني ما كنقلل بشي بلد او لا ما نحترم شي بلد، حنا كلنا عرب وكلنا خوا وصافي. هنا غادي نسدو هذا الموضوع هذا، حيت انا غير بغيت نوضح وصافي هذه المساله، حيت ما قدرتش، كانوا بزاف تعاليق ما قدرتش فريمون نجاوب كل شيء وصافي. غادي دابا نمرو باش نكملو نهارنا. هنايا كيما شفتوا زدت واحد البيضه مسلوقه، وهنا ضفت واحد جوج قطع صغيره جدا ديال شرائح ديال المرتديلا، انا كتعجبني، مهم اللي ما بغاش ياكلها ما ياكلهاش، كل واحد ياكل اللي يعجبو في الفطور. وعندي حبه ديال التمر واحده فصافي. من بعد درت يعني نسكافيه في الحليب ديالي، وكان هذا هو الفطور ديالي، بسيط جدا. وانا سبق لي شاركت معكم عده انواع ديال الفطور الصحيه اللي ان شاء الله غادي نحاول نترك لكم بعض الفيديوهات منهم لتحت في صندوق الوصف كتاخذوا افكار. من بعد كنمشي كنحاول نتحرك شي شويه، اما الا كان عندي اشغال البيت نتحرك شويه في اشغال البيت، ولا كندير هكا شويه ديال الرياضه. الرياضه ماشي ضروري يعني تمشيو لاصال او لا، ممكن انكم في الدار في يوتيوب كاين مجموعه من القنوات اللي كيديروا حركات بسيطه، كديري لمده نصف ساعه يوميا الا قدرتي. انا شي مرات ما كنديرش يوميا، شي مرات كنتظم شي مرات لا. غادي نخليها لكم لتحت في صندوق الوصف، عندهم عده فيديوهات هكا اللي ممكن ديروهم في اليوتيوب، وديري الرياضه في الدار نصف ساعه ربع ساعه على حسب انت علاش ما قديتي، ولكن الرياضه اكيد غادي تجيب معك مفعول افضل يعني. ومع هذيك الجوج ونص تقريبا غادي يجي وقت السناك، يعني نتوما هذيك 6 سوايع او 7 سوايع اللي غادي تفطروها نتوما تحددوا الوقت المناسب، فوقاش مهم تحسي براسك جعتي ممكن انك تاكلي السناك ديالك. بالنسبه لوجبه السناك ديالي فغالبا ما كتكون تكون تفاحه كنقطعها يعني بالقشر ديالها وكل شيء، وكنضيف
كنضيف عليها واحد العصره ديال الحامض، وممكن شي مرات كنضيف عليها القرفه. هنا عطيتكم اقتراح ثاني اللي ممكن ديروه، هو هاد البرتقاله هكا كبيره، تقطعوها دوائر وتضيفوا لها القرفه، قرفه بودره هكا شويه، وشويه ديال السكر اللي هو اللي وريته لكم يعني في اول فيديو فاش تقضينا، اللي هو ستيفيا، سكر اللي هو صحي وفيه زيرو كالوري، يعني بحال ما درتيش كاع السكر نهائيا، وتناولوها. هذا فقط كاقتراح ثاني، يعني ما كناكلش جوج حوايج يعني في نهار واحد، فقط هذا النهار غادي ناكل التفاح، وهذا كان فقط اقتراح ثاني اللي درته في نهار اخر وبغيت نصوره لكم كاقتراح. بالنسبه للفواكه كلوا اللي بغيتوا، فقط تكون حبه واحدة واحدة متوسطة الحجم وتاخدوها يعني كسناك ديالكم، او لا ان شاء الله من بعد غادي نقترح عليكم هكا سناكات اللي ممكن ديروهم بحال شكل حلويات. هنايا كنت كناكل وانا كنتفرج في لالا العروسه السهره الثانيه، المهم شكون اللي فيكم راه متبعها، انا صراحه راه متبعها غير في الانترنت ما متبعش نيشان. هذه كانت السهره يمكن ثانيه حيت ما كنتش شفتها. فصافي هنايا كما شفتوا جيت هكا قمت عاوتاني بعض اشغال البيت، هذا ماشي اساسي يعني ما نشارك معكم هذا الشيء، ومن بعد غادي نمشي باش نحضر وجبه الغداء. بالنسبه لوجبه الغداء انا هنا غادي ندير وجبه غداء اللي تكفيني اليومين، يعني غادي ناكلها اليوم وناكلها غدا. كما شفتوا هنايا خديت تقريبا 200 غرام ديال صدر الدجاج، ضفت له بصله مقطعه الى مربعات صغيره، ضفت له واحد البطاطس مقطعه الى مربعات صغيره، بطاطس تكون صغيره يعني حجم ديالها صغير، وواحد الحبه ديال القرعه اللي حتى هي مقطعه الى مربعات صغيره، حبه طماطم مقطعه الى مربعات صغيره. وغادي نضيفوا بالنسبه للتوابل عندنا شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال البابريكا، واكيد ما نساوش جوج ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، ما ديروش زيت نباتيه من الاحسن زيت الزيتون، وشويه ديال المعدنوس، وصافي غادي نخلط الكل جيدا بحال هكا. هذه البنات غادي نطيبها في الفران، يعني غادي ندخلها مباشره طيب في الفرن، وجبه صحيه زوينه بزاف، وراه ممكن حتى نتوما يعني الناس العاديين يديروها كوجبه عشاء لوليداتهم، كتجي لذيذه لذيذه بزاف وصحيه اكيد. غادي نغطيها بورق الزبده ونزيد ورق الالومنيوم وندخلها الفران على درجه حراره 200 درجه. بعد ما دوز قريبا واحد نصف ساعه غادي نحيد عليها هذاك الالومنيوم وداك الورق، وغادي نجيب واحد الملعقه صغيره ديال صلصه الطماطم، مركز الطماطم، غادي ندوبها في شويه ديال الماء، يعني بحال نخففها في شويه ديال الماء ونضيفها من الفوق، وغادي نرجع هذيك الخضروات ديالي باش هكا تزيد تحمر مزيان وتنشف، يعني ما يبقاش فيها الماء بزاف، تنشف شي شويه. هنايا كما شفتوا سلقت شويه ديال البروكلي اللي حتى هو غادي نرافقوه لهذه الوصفه هذه، وصافي خرجت يعني الخضروات ديالي هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجت من الفرن. ومن بعد صافي جا وقت ديال بنتي باش نمشي نجيبها من المدرسه. شتو يلاه جيت نستنى بنتي في المدرسه، هذيك هي المدرسه اللي ها من كتخرج هي والله هي ماني كنستناها، باقي لها تقريبا واحد 3 دقائق ولا تخرج. راني مع ولدي هنايا ادم دير السلام سلام. فمن جيت من المدرسه حسيت براسي باقا شبعانه، يعني ما باغياش ناكل دابا اصلا. الوجبه انا ديالي الرئيسيه في هاد الدايت هذا كنأخرها شي شويه، فصافي قلت غادي نتناول واحد سناك هكا عاوتاني صغير، فغادي نديرو هكا مع الشاي الاخضر. الشاي الاخضر البنات تناولوه يعني حتى في فتره الصيام شربوه، يعني في فتره اللي تكونوا صايمين شربوا جوج اكواب ثلاثه على حسابكم، حتى هو كيعاونكم بزاف، وممكن انكم تحليوه بالسي يعني اللي هي زيرو كالوري وسكر اللي هو طبيعي سبق اللي هدرت ليكم عليه. وغادي ناخذ واحد زليفه صغيره هكا ديال اللوز او لاي نوع مكسرات بغيتو، ممكن انكم ديروا الفوشار يعني واحد زلفه صغيره ديال الفوشار او الذرة يعني مقلي بطريقه صحيه بزيت الزيتون، ان شاء الله من بعد نشاركو معكم في فيديوهات اخرى. وصافي وجلس باش ناخذ هكا هاد السناك ديالي، صراحه كنحس براسي شبعانه، ومهم بقيت هكا كنتفرج هكا هاد المسلسل ديالي نتلف شي شويه الوقت. صراحه ما تفرجتلوش كامل حيت فيه شي جوج سوايع، فقط تفرجت واحد 45 دقيقه هكا كرتحيت شي شويه.
فالوجبه الرئيسيه ديالي فوقاش كتجي مع 5:15 هاد الموعد هذا اللي كيجي فيه الزوج ديالي من الخدمه، فهو كيجي تقريبا مع 5، ما يجي هكا يعني يتوضى يصلي الى غير ذلك. نكون انا حطيت الوجبه ديال الغداء تقريبا 5:15 5:30، المهم هذه هي تكون يعني وجبه الغداء. فهما كنحط لهم اكيد الطاجين ديالهم اولا اي حاجه نكون دايرها لهم للغدا، هو به غدا وبه عشاء. الصراحه هذا يعني حنا كنديروا وجبه واحده في النهار اللي كتكون يعني هي بها غدا وبها عشاء، فاش كتكون العائله كلها مجموعه في طاوله واحده. ولدي اكيد كنغديها كشي حاجه خفيفه لناجيت مع شي سلطه، ولا نقدر نعطيه حتى هو من هاد الخضروات نقدر نعطيه. فمهم كل مره واش نعطيه له في الغدا ديالو. ومهم انا كنحط لهم طاجين، وانا كنحط هاد البلا ديالي هذا كما شفتوا رافقته بالبروكلي، وراه كيجي لذيذ بزاف. البنات دوك الخضروات مع داك الدجاج واحد المذاق هائل وبطريقه صحيه. كما قلت لكم اي وحده واخا ما دايرهاش ريجيم ممكن انها دير واحد الصينيه هكا ديال الخضروات مع الدجاج، اولا ممكن تعوضوه باللحم اللي بغيتو. مهم وديروها بنفس الطريقه، راه كتجي لذيذه بزاف وغادي تعجبكم. وكنتناول هذه هي الوجبه الرئيسيه اللي كناكلها يعني خلال اليوم. كنحاول نتهلا في راسي نعمر الطبسي، وشي مرات راه ما كنقدرش نكمل هذا الطبسي والله العظيم، مع كنشرب كميه كبيره من الماء كنحس براسي شبعانه، ومع كناكل في ديك الفتره القصيره اللي هي 6 سوايع ولا 7 كنحس براسي باقا شبعانه يعني صراحه ما كنجوعش بزاف. فصافي هنايا كما شفتوا جلست كنتناول مع العائله ديالي، اكيد هما كانوا كياكلوا ماكلتهم وانا كليت الاكل ديالي. ودابا 7:45 غادي ناخذ اخر وجبه عندي في النهار اللي هي بذور شيا او حبوب شيا. غادي تلقاوها تباع يعني في المحلات التجاريه، هذا هو الشكل ديالها. وغادي نحتاج الياغورت اللي يكون خالي الدسم او الزبادي والحامض والقرفه اللي اكيد غادي نستعملها بودره. فصافي كما شفتوا انا خديت جوج ديال الياغورت ديال 100 غرام يعني 200 غرام ديال الياغورت او الزبادي اللي هو خالي الدسم. كل حك هكا ديال 100 غرام فيه 35 كالوري يعني ما فيهش بزاف لي كالوري. وغادي نضيف له ملعقه صغيره ديال بذور الشيا، هي صحيه بزاف بزاف وعندها بزاف ديال الفوائد على الجسم ديالنا، وكذلك كتخليك تبقاي شبعانه يعني فتره طويله بحال كتسد لك الشهيه ديالك، بشرط انك ما تكثرش بها يعني فقط ملعقه صغيره هكا في الياغورت. كتقوم بال يعني كدير العمل ديالها، وهي كدير واحد النوع بحال الجيل وكتولي لك في كرشك بحال كتعمر لك المعده وكتخليك شبعانه يعني طيله هذيك المده ديال الصيام. وكنضيف لها يعني في الاخر فاش نبغي ناكلها كنضيف لها القرفه وشويه ديال الحامض. انا مهم هنا درت لكم واحد الملعقه في الماء باش نوريكم، الا ما بغيتوش ديروها في الياغورت ممكن ديروها هكا في الماء تخليوها شويه يضاعف الحجم ديالها ومن بعد تشربوها يعني هكا تشربوها عادي. حتى هاد الطريقه راها زوينه، ممكن تشربوها الصباح على الخوا يعني قبل ما تفطروا، ممكن انكم تشربوا واحد المعلقه صغيره في الماء، غير هي ما تكثروش بها يعني اي حاجه زادت على حدها راه تنقلب ضدها كما كتعرفوا. فصافي مهم هذه وصفه البنات السحريه. كان ضيفنا عصر عاوتاني نصف حامضه مع القرفه، زوينه زوينه زوينه. هذه هي الوجبه ديال العشاء ديالي او الوجبه الاخيره اللي كناكلها، كنجلس ناكلها مع وليداتي فاش يجلسوا ياكلوا الديسير هكا في الطبله. صافي وكنشبع صراحه وما كنحسش براسي نهائيا جيعانه. كما قلت لكم حنا كمسلمين اولا يعني مهم المسلمين اون جينيرال مولفين انهم يصوموا هذا النوع من الصيام، يعني من فيه انك تشربي في فتره الصيام الماء، فما كيكونش صراحه تعب. يمكن النهار الاول اللي غادي تجربي فيه يمكن تحسي شويه بالتعب او العياء، ولكن صافي ان فوا تبداي في هذا الريجيم وتستمري فيه فغادي عادي يولي بحال الروتين ديالك النورمال العادي. وراه حتى المراه العامله ممكن انها تطبقه، تشرب كاس ديال القهوه ديالها الصباح بدون سكر او بسكر ستيفيا وتشربو وتمشي تخدم حتى يجي ديك وقت 12 وقت الغداء ديالهم فاش كيعطوهم يعني الاذن انهم يخرجوا ياكلوا او يتناولوا الوجبه ديالهم. فكتكون هذيك هي اول وجبه ديالها واخر وجبه ديالها تكون فاش ترجع للدار هكا، مهم قبل من 7 او لا قبل من 8، مهم الماكسيموم الواحد يحبس الماكله مع 8.
تقريبا مشيت عليه لمدة أسبوعين وفريمون عنده واحد النتيجة زوينة بزاف. وأنا يعني في مدة أسبوعين قدرت أنني نخسر 5 كيلو، يعني فريمون كيتنقصوا بزاف خصوصا إلى مشيتو عليه وضبطو عليه وكليتو أكل صحي، وكانوا يعني الوجبات ديالكم قليلة خلال اليوم، يعني وجبات اللي هما مشبعة ولكن ماشي بزاف، يعني ما تاكلوش بزاف وعدد المرات بزاف وصافي. هادشي اللي بغيت نقول لكم. واحد الحاجة أخرى هو أن عندكم واحد النهار فري يعني في الاسبوع باش تكافئي راسك، عندك واحد النهار فري اللي تاكلي فيه اي حاجه بغيتي، مثلا الطاجين ولكن تاكلي كميه قليله اكيد، او لا تاكلي مثلا شي نوع من الحلويات مثلا غير قطعه صغيره هكا، مهم ما تكتريش. هاد النهار هذا ما غاديش يخليك تخسري الوزن، وانما غادي تبقاي بحال ثابته على داك الوزن ديالك. عاوتاني الغد ليه تبداي عاوتاني الريجيم من جديد وهكذا. مهم انا مثلا نهار الفري ديالي نبغي كنبغي نديرو مثلا في يوم الاحد او لا يوم السبت، مهم نكون مطيبه شي شهيوه زينه بحال الكسكسو او لا شي شهيوه تعجبني، نديرو في هذاك النهار داك النهار الفري بنفس الطريقه ديال الصيام المتقطع، يعني تكون اول وجبه ديالي مع 12 تسالي مع 7، هادشي اللي كندير. فصافي انا حاولت نشرح لكم هادشي بطريقه مبسطه كما فهمتوا، انا يعني ماشي اخصائيه تغذيه او لا نقول لكم زعما كنفهم بزاف هاد الحوايج، ولكن انا طبقت هاد الريجيم، يعني انا كنهضر لكم عن تجربه شخصية طبقته كما طبقته أنا ونجح معايا، حبيت أنني نشاركه معكم. نتمنى أنكم حتى نتوما ينجح معكم ويجيب معكم فائدة. فإلى عجبكم فيديو ما تنسونيش دائما باللايكات ديالكم باش تشجعوني نكمل معكم في تنزيل الفيديوهات. نقول لكم مع السلامة ونتلقى إن شاء الله في الفيديو المجي. يلا باي باي، بسلامة.